باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها. شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة في المساجد، فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أوكد الطاعات وأعظم القربات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام، فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، فإن المسلمين يجتمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة خمس مرات، ومن هذه الاجتماعات ما هو في الأسبوع مرة كالاجتماع لصلاة الجمعة، وهو اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس، ومنها اجتماع يتكرر كل سنة مرتين، وهو الاجتماع لصلاة العيدين، وهو أكبر من الاجتماع لصلاة الجمعة، بحيث يشرع فيه اجتماع أهل البلد، ومنها اجتماع مرة واحدة في السنة، وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة، وهو أكبر من اجتماع العيدين، لأنه يشرع للمسلمين عموما في كل أقطار الأرض. وإنما شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية، ولأجل التوادد والتحابب بينهم في القلوب، ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض، فيقومون بعيادة المرضى وتشييع المتوفى وإغاثة الملهوفين، ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحمهم، فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين. حاشية: حديث لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة، الذي رواه الترمذي وصححه. قلنا في الحاشية: رواه الترمذي برقم 68 و800، وقال حسن صحيح، وأبو داود برقم 94 و800، والنسائي برقم 61 و500، وابن ماجه برقم 54 و200، وأحمد في الجزء الرابع برقم 80، وابن حبان برقم 53 و500، و54 و500، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 17 بعد 600، وقال صحيح على شرط مسلم. انتهى. لازلنا في الكلام في وجوب صلاة الجماعة وفضلها. ولأجل إزالة ما ينسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد، فيحصل الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. حاشية: رواه مسلم برقم 32 و400. ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح، عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي بهم. وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25. حاشية: رواه البخاري برقم 45 و600، ومسلم برقم 50 و600، والرواية عند البخاري برقم 46 و600. انتهى. فصلاة الجماعة فرض على الرجل في الحضر والسفر وفي حال الأمان وحال الخوف وجوبا عينيا، والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خالفا عن سلف. ومن أجل ذلك عمرت المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون، وشرع النداء لها بأعلى صوت: حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال الله تعالى في حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم الآية. فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة، حيث لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، فإن الجماعة في صلاة الخوف يترك لها أكثر واجبات الصلاة، فلولا تأكد وجوبها لم يترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة، فقد اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس،
ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. حاشية: رواه البخاري برقم 57 و600، ومسلم برقم 51 و600. والحديث السابق الذي ذكره في صلاة الجماعة وفي رواية ب25 رواه البخاري برقم 45 و600، ومسلم برقم 50 و600، والرواية عند البخاري برقم 46 و600. انتهى. ووجه الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين: الناحية الأولى أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. والناحية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة من في البيوت من النساء والذرار الذين لا تجب عليهم الجماعة. الصفحة 93. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. حاشية: رواه مسلم برقم 53 و600. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقرا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حاشية: رواه مسلم برقم 54 و600. انتهى. فدل ذلك على استقرار وجوبها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان. وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. حاشية: رواه الإمام أحمد في الجزء الثالث صفحة 39 و400، والطبراني في الجزء الـ20 في صفحة 94 و300. انتهى. وثبت حديث بذلك: يد الله على الجماعة، فمن شذ شذ في النار. حاشية: رواه الحاكم في الجزء الأول في الصفحة 99 و100، صفحة 200، صفحة 200 واللالكائي في الصفحة 54 و100، وابن أبي عاصم في السنة في الصفحة 80. انتهى. وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة، فقال: هو في النار. حاشية: رواه الترمذي برقم 18 و200. نسأل الله العافية والتوفيق لمعرفة الحق واتباعه، إنه سميع مجيب.